بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. النهاردة الفيديو ده بناء على طلبكم انتم، بناء على طلب كثير من متابعين ومشاهدين القناة، اصدقائي واحبائي. النهاردة الفيديو كله مخصص عن نجم اليوتيوب اجمل كلب بلدي في العالم. معلش بقى تتفقوا معايا او تختلفوا معايا، اللي انا بعتبره اجمل كلب بلدي في العالم. وبرغم ان انا مش محترف تدريب كلاب ولا عمر ربيت كلاب، لان من كتر ذكائه واستجابته للتدريب بيتدرب بسهوله جدا جدا. ايوه تعال بص لي بقى كده، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا 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 هنا. ريكس كلب ذكي جدا 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 في منتهى الذكاء. وفي الفيديو ده هعرفكم بيتعامل مع افراد الاسره ازاي، وازاي هو مقسمهم لطبقات وبيعامل كل فرد فينا بطريقه معينه خاصه بيه. تعالى يا ريكس، الاول هفرجكم برغم ان انا مش محترف قد ايه استجابه كلب ريكس للتدريب. ريكس تعالى اقعد يا ريكس، شاطر، سمعت الكلام تاخد مكافئتك، اتفضل. تمام كده ريكس، خليك زي ما انت ثابت. خلص اكل، ريكس ريكس اقعد اقعد، نام نام، شاطر، زي ما انت زي ما انت. ريكس ريكس تعالى. جميل شوف، استجاب للتدريب ياخد المكافأة بتاعته، بيضة مسلوقة جميلة. النهارده فيديو ظريف جدا. النهارده الفيديو ده بقى هنعرفهم في ايه، هنشوفوا في أمنية. النهارده الفيديو هنعرف ازاي ريكس بيعامل عبد الرحمن، ازاي بيعامل أمنية، ازاي بيعامل محمود، ازاي بيعامل أم محمود، وازاي بيعاملني أنا شخصيا. ما قلتلكش نال، ما قلتلكش نال، خليك زي ما انت، مؤدب عايز ياكل يا روح، زي ما انت زي ما انت زي ما انت. اقع لا اقع، هل الكلب البلدي كلب جبان؟ اقول لكم ابدا، الكلب البلدي مش كلب جبان ابدا. الكلب البلدي فيه شجاعة وفيه خوف على صاحبه وفيه حب لصاحبه فوق الخيال. ريكس راحت راحت، هات هاني نو هاني نو، شاطر يا ريكس، تعال بيهزر معي، يلا 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 راحت. هات هاني نو، خد مكافئتك. ريكس بيحب الهزار، خلاص ذكي جدا، يموت في الهزار. خد يا ريكس، خلاص اكل، يعمل حركات بتضحكنا كتير. في الحقيقه ان ريكس وهو صغير حاولنا نربطه كتير لانه رفض يتربط نهائيا. احنا كنا بنقول له ما احنا عايزين نربطوه عشان خاطر يحافظ على سطحه ونظامه وما يبوظ اي شيء. في الحقيقه ان احنا ربيناه في البيت حتى وصل للحجم ده وما سبب لناش في الحقيقه اي اضرار نهائيا. الحاجه الوحيده الغلط اللي عملها انه قطع قماش الكنب. هو بيحب تقطيع القماش. تعالى يا ريكس 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 روح هات. مكافئتك اهي، بقول مكافئتك اهي. سيبني يا روحي. هاجي يلا. ويتميز الكلب البلدي بوجود مرونه في عضلاته وقوه في عضلاته، ويقدر يوصل بفكه لاي جزء من اجزاء جسمه. يلا روح. ريكس نام نام، ريكس نام، لا نام نام،
في مرونه، في مرونه العمود الفقري. ها تعال اهو، تعال مش عارف انا عاوز ايه. شوف خد، تعال اهو، تعال اهو، عاد يا ريكس. وزي ما انتم متعودين دايما في قناتكم، قناه وفر في بيتك، منوعات، اي فيديو لازم اديكم بعض المعلومات. والمعلومات النهارده هتبقى عن الكلب البلدي. الحقيقه ان الكلب البلدي المصري هو خليط من عده سلالات، فلا يمكن اعتبار الكلب البلدي المصري سلاله واحده، انما هو خليط من عده سلالات نشات من عبور المستعمرين على مدار التاريخ وجلبهم لأنواع متعددة من الكلاب، فاختلطت هذه الأنواع معا لتكون سلالة الكلب البلدي المصري. فتميزت هذه السلالة بالتنوع الشديد، فقد استولت هذه السلالة وقد اكتسبت جميع صفات الكلاب الموجودة في الشرق الأوسط من مميزاتها، فأصبحت كلاب قوية جدا تتحمل الأمراض ذات قوة تحمل عالية. ومن أنواع الكلاب البلدية المصرية الكلب الفرعوني. والكلب الفرعوني قديم قدم التاريخ، فقد رسمه الفراعنة على جدران المعابد وقاموا بتحنيط بعض جثثه، وقد اهتم به العلماء في العصر الحديث. ويعد الكلب الفرعوني من أغلى أنواع الكلاب في العالم، وهو حاليا منقرض في مصر. ويصنف الكلب الفرعوني على أنه كلب صيد. ومن أشهر سلالات الكلاب المصرية كلب الأرمنت، وكلب الأرمنت نشأ في منطقة أرمنت بالصعيد. ومن أول الدراسات التي قامت على الكلب الأرمنت هي دراسات الحملة الفرنسية عند قدومه لمصر، فقد اهتموا بهذا الكلب كثيرا نظرا لذكائه ومظهره الجذاب، وتم نقله إلى فرنسا، وحاليا موجود في فرنسا ويهتم به كثيرا ويقومون بتطوير سلالاته. وكلب الأرمنت كلب ذكي قوي التحمل، يحفظ الوجوه بشكل غريزي وبشكل كبير جدا. مع الأسف أن كلب الأرمنت في طريقه إلى الانقراض في مصر عن طريق قلة أعداده وتهجينه بالأنواع الأخرى. نعود إلى الكلاب البلدية ونتحدث عنها. اهتم العلماء والعالم كله بالكلب البلدي المصري لما له من مميزات متعددة. فمن مميزات الكلب البلدي أنه كلب قوي شديد التحمل، يتحمل جميع الأمراض، وقد يتحمل الجوع لمدة 6 أيام متواصلة بدون أن يتناول أي شيء. كلب ذكي قابل للتدريب، لا يخون صاحبه أبدا ولا يغدر به مهما فعل به. أهم مميزاته تحمل الأمراض، فيتحمل مرض بارفو الذي يقضي على الكلاب، وعند إصابة الكلب بهذا الفيروس القاتل لا ينفخ منه إلا 50% فقط لا غير، عكس باقي الأنواع. الكلب البلدي يصلح لجميع الأغراض، فيصلح للحراسة ويصلح للراعي ويصلح للصيد. أحب أنهي حديثي عن هذا الموضوع، لأن في الكلب البلدي كلام كتير جدا وأبحاث كتيرة جدا، وبإذن الله نستفيد فيه في الحلقات القادمة بإذن الله. مشغول، مشغول بيها، ماشي سيبها بقى خلاص، يلا نروح المشمش، يلا يلا نروح المشمش، يلا عايزك تلعب ومش عايزك تمشي. بقول لك يلا دي، انا مش عايز امشي، انا عايز العب. شايفين وقف له ازاي؟ مش رضاش يمشي الا لما يلعب مع بعض. هنشوف ردة ريكس اول ما يشوفه. فوق زي ما احنا شايفين ريكس بيعامل عبد الرحمن كانه اخوه الصغير، بيعضعض فيه، يحبه جامد بس برضه يعضعضه، برضه مفيش مانع انه يعضعضه لو عايز يجري وراك كده، هو بيبقى مبسوط وبيجري وراه. يعضعضه برضه، استنى يجري كده وكده يا بودي كده، او برضه يعضعض رجله، عامله العضاضه بتاعته. يا وي ايه ده، ايه ده، ايه ده، بس يا ريكس، بس يا ريكس، تعال لماما، ريكسو تعال يلا. هو التاني معاه اللعبة اللي بيلعب بيها. ها
تعالى يلا يا ريكس، ريكس تعالى على ريكو. عبد الرحمن شوفوا اتفرجوا بينده عليه من تحت كده. بقى مع ماما نبدا نتعامل بمنتهى الاحترام. اما مع ام عبد الرحمن فمؤدب جدا وبيسمع كلامها، الحاجه الوحيده بس انه بيعاكسها لما تيجي تكنس. بيعتبر الكنيس لعبه. سيب يا ريكس يلا لسه مش هنخلص. اما امنيه ومحمود فرفضوا التصوير واحنا بنحترم راي الكل فما عندناش مشكله يعني. بس هو بيعامل امنيه ازاي؟ بيموت في امنيه. بيحب امنيه جدا وبيحترم محمود قوي وقدره جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيجي لي في التعليقات كتير جدا بيسالوني عن نبات البطيخ الاحمر والبطيخ الاصفر. نبات البطيخ الاحمر ونبات البطيخ الاصفر كم مصيره؟ زي مصير القرع العسل اللي هنشوفه دلوقتي. وري لهم الزهور كده عشان يتاكدوا ان الزهور كلها كل الزهور مذكره. مذكره. مفيش زهور مؤنثه نهائيا. وده ليه؟ عيب في البذر. وده عيب في البذور، مش فينا احنا. النبات طلع واوراقه سليمه وكل حاجه سليمه ما شاء الله، مفيش اي مشاكل. لكن المشكله في نوع النبات نفسه. يعني عطلنا كذا صندوق. صندوق من اكبر الصناديق، لان انا اتعمدت ان انا ازرع القرع العسلي بالذات في صناديق دي ضخمه جدا وذات احجام كبيره عشان هو حجمه كبير. كذا صندوق اتعطل يعني بسبب الغش وبسبب البذور التعبانه. شوف الحجم، حجمه ضخم كبير وضخم يعني خالي من الامراض، يعني مزروع صح جميلة. يعني مزروع صح. وكل الزهور زي ما انتم شايفين كده، كل الزهور مذكرة. مذكر. زهرة مذكرة. زهرة مذكرة. مفيش ولا زهرة مؤنثة. ده مش هينتج. يستغلوا بقى الصندوق في حاجة تنتج. ملوخية. ملوخية، جرجير، أي حاجة. ملوخية. الجرجير حلو برضه، إحنا زارعين ملوخية كتير. نزرع جرجير. المرة دي جرجير. نزرع جرجير. بتحب الجرجير. تمام، دول بقى يترموا للخرفان. يلا بينا نرموهم للخرفان. تدخل معانا المشمش؟ اهو اهو بينادى عليك. تعال يلا ادخل. مفيش حاجه بتضيع، خد بالك منهم لا يعدوا ويروحوا للزرع. اول تدريباته، لان العضلات يعني بسم الله ما شاء الله جامده 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 يعني. ام عبد الرحمن اللي بتصورنا، المصور بتاع القناه. عبد الرحمن حابب يقول لكم كلمه، اتفضل. عبد انا النهارده جايه اتمرن، جاي النهارده مدرسه عشان اتمرن مع بابا. واللي عاوز يتابع التمرينات كلها يتابع وفق فيديوهاتك من قناة تلاتة، هتلاقوا الرابط اسفل الفيديو. داري العضلات عشان ما تتحسدش يا بودي. يلا يلا بينا نبدا. النهارده هناخد شويه تمارين خفيفه جدا. اللي عاوز يشارك اولاده في التمارين، احنا عاملين مقاطع صغيره كتيره جدا في قناه توفر في بيتك من قناة تلاتة، وهي في الحقيقه قناه احتياطيه. اشكر فريق دعم القناه، الناس المحترمه اللي نبهوني ليها. احنا عملنا في قناه احتياطيه وفر في بيتك من قناة تلاتة لكل محب الفيديوهات القصيره. ممكن يخشوا على الاتفاق على الفيديوهات القصيره بتاعتها، ويا ريت كل المتابعين يخشوا عليها ويدونا اشتراك، عشان لو حصل اي مشاكل في القناه الكبيره يبقى عندنا قناه احتياطيه تقدروا تتابعونا. طب عبد الرحمن طبعا على رأس، بسم الله ما شاء الله. اوعى يتحسد بس. وعاوزكم تهتموا برياضه ابنائكم. يا جماعه العقل السليم في الجسم السليم فعلا. والاخ عبد الرحمن جسمه بصراحه سليم. بس انا هفرجكم عليه باذن الله. باذن الله كان عشنا وخلينا عم، بعد 3 اشهر من دلوقتي هتلاقوا شخص ثاني خالص باذن الله. يلا بقى نبدا. هيبقى اسمه بودي عضلات. احنا هنبقى هنعمل مع بعض شويه تمارين بسيطه، واللي عاوز يطور تمارينه ويشوف تمارين اكتر يخش على وفر في بيتك من قناة تلاتة. باذن الله هنزل لكم عليها تمارينات كتيره جدا ومفيده جدا للكبار في السن زي حالاتي اللي هم وصلوا 50 سنه،
وكمان الشباب الصغير زي عبوده. هنبدا مع يعني اللي عنده ابن صغير ممكن يتابع فورفور فيتك نوعا ثلاثه، عبد الرحمن تحت اشرافي، وانا طبعا اصلا مدرب رياضي اساسي، هيعمل تحت اشرافي، هنعمل شويه تمارين بسيطه جدا 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 لتقويه اولادنا وتقويه اجسامهم باذن الله. مع بعض بقى يا عبوده كده لو انت، هنبدا الجري الخفيف. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. وزي ما عودناكم دايما في قناتنا، احنا بنقدم لكم كل المعلومات المفيده للاسره، سواء في زراعه الاسطح وتربيه الدواجن او اي شيء يخص الحياه العامه. في نهايه الفيديو اتمنى من حضراتكم انكم تشتركوا في القنوات الموجوده في صندوق الوصف، ونتمنى ان احنا نكون افدناكم ولو بمعلومه بسيطه في كل فيديو احنا بنقدمه. في نهايه الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.